السلام عليكم جميعا أعزائي الطلبة، طلبة المرحلة الثانية، أهلا بكم في الفصل الدراسي الثاني. طبعا الفارماكوغنسي لازم نعرف أنه راح ناخذها على شكل 3 كورسات. بالمرحلة الثانية الكورس الثاني، والمرحلة الثالثة بكورسيها. زين، طبعا الفارماكوغنسي هو الدرس الذي يختص به الصيدلاني فقط، يختص به صيدلاني فقط، ولهذا السبب يكون هذا الدرس في من الدروس المميزة لطالب الصيدلة. الفارماكوغنسي خلنا ناخذ عنها كباك جراوند، مقدمة. الفارماكوغنسي is the study of drugs that derived from natural source. تمام، derived from natural source، هاي جدا مهمة المعلومة، انه deals with what with the drugs that derived from natural source. تمام، جدا مهمة المعلومة. okay. such as plants, animals, microorganisms. طبعا عادة ما الطلاب الصيدلة عندهم معلومة خاطئة انه الفارماكوغنسي تختص بالنباتات فقط، من يسمع فارماكوغنسي معناتها plants، وهاي معلومة خاطئة، ولكن الفارماكوغنسي يختص بالناتشورال سورس، دراجز ديرايفد فروم ناتشورال سورس. زين، ممكن تكون بلانت، ممكن تكون انيمال، ممكن تكون بكتيريا، فيروس، باراسايت، whatever، مهم ناتشورال سورس. ولكن لماذا او تركز بشكل اكثر على النباتات؟ لانه النباتات بسبب الدايفيرسيتي، الوايد دايفيرسيتي مالتها، ايضا بسبب انه هي تعتبر فيري فيري ريتش سورس اوف اكتيف كونستيتوينت. لهذا السبب احنا نشوف بدراستنا بالفارماكوغنسي نركز اكثر على اليمن، نركز اكثر على ماده، على النباتات، على البلانتس. زين، pharmacognosy derived from two words. pharmacognosy, pharmacognosy, الفارم which mean، طبعا هي Greek name، كلمة إغريقية، واللي تعني pharmacon. تمام، pharmacon، شنو الفارماكون؟ pharmacon means drug باللغة اليونانية القديمة، تعني دواء الفارماكون. بينما الجنوسيس، زين ماذا تعني؟ تعني knowledge، acquire knowledge، طلب المعرفة. تمام، فيعني ككلمة تعني طلب المعرفة حول العقار أو الدواء. زين، بس هنا يقول لك الفارماكوغنسي deals with taxonomy of the natural source، تصنيف النباتات وتصنيف الحيوانات او تصنيف المايكرو اورجانيزم اللي تشتق منه الماده الطبيه. زين، مثلا اذا كان نبات معين لازم الفارماكوجنيست تدرس ماده الكينجدوم والسب ديفيجن والاوردر والفاميلي، ها ماخذيها من بالابتدائية وبالإعدادية علم التصنيف. أيضا تدرس الديستريبيوشن مال النبات، ديسكريبشن وصفه أو الناتشورال سورس بشكل عام. الجزء المستخدم من هذا الناتشورال سورس، مثلا إذا نبات هاي المادة الفعالة وين موجودة؟ بالأزهار مالتها، بالأوراق. كذلك الفارماكوجنسي deals with collection and storage of part used. زين، كيفية جمع النبات وكيفية خزنه أو الناتشورال سورس بشكل عام، وأيضا بالتالي دراسة محتوياته، مكوناته الفعالة، وكذلك كيفية صنع هذه المواد الفعالة داخل هذا الناتشورال سورس، داخل النبات أو الحيوان، كيف دي ينصنع هذه المادة الفعالة. ايضا الفعاليه الطبيه مالته
وإلى أي مشكلة أو ديزيز ينصرف هذا الـ active constituent أو هذا الـ natural source. إذن ذني السبع نقاط هن أهم النقاط اللي تهتم بها درس الفارماكوجنسي. زين، terms commonly used in pharmacognosy، شنو هي أهم الكلمات اللي راح نواجهها بالفارماكوجنسي ولازم نعرفها؟ لازم نعرف انه يقول لنا drugs from natural source، لازم نعرف احنا شنو drugs from natural source، يعني ممكن plant، ممكن animal، قلنا ممكن microorganism. من نقول crude drug، شنو crude drug؟ سهم نعرف. كذلك الاوفيشال النون اوفيشال drugs هم لازم كلها نعرفها. الدراكس بشكل عام، من نقول دراكس ممكن يكون natural synthetic substance having therapeutic property، عندها فد خصائص علاجية. زين، وما حدد هنا، يقول لك ممكن يكون صناعي بالمختبر احنا محضرين وصانعين. زين، ممكن هو شنو ماخذيه من مواد طبيعية، من نبات، من مايكرو اورجانزم. اوكي، بينما هنا عندنا لا، natural product اللي هي تختص بالعقاقير is a chemical compound or substance produced by living organism found in nature that usually has a pharmacological or biological activity. تمام، اذا مشتقة من natural source. Plants are the main source of many organic substances. تمام، وهذا سبب نشوف الفارماكوجنسي تركز أكثر عليهم على plants. هاي الاكتيف كونستيتيونت الموجودة بالناتشورال سورس، موجودة بالنبات أو المايكرو أورجانزم، شلون تنصنع؟ These organic substances are synthesized and degraded to form another organic substance by a series of chemical reactions. These chemical reactions are termed metabolism. تمام؟ الميتابوليزم تشمل كلمتين طلاب، تشمل كلمة الأنابوليزم البناء وتشمل كلمة الكاتابوليزم. المركبات الفعالة الموجودة بالناتشورال سورس يا أما تكون تنصنع بعملية البناء، يا أما أكو مواد أخرى كبيرة تتكسر يصير بها كاتابوليزم تنتج مركبات أصغر، هاي المركبات إلى فعالية. إذن يا أما بالأنابوليزم، ممكن يكون بالكاتابوليزم. عادة primary metabolite زين formed by anabolism. شو أقصد بالprimary metabolites؟ المركبات الأساسية أو الأولية الموجودة بالنباتات أو بالحيوانات أو بالمايكرو أورجانزم، اللي شو أقصد بيها؟ الكربوهيدرات، البروتينز، الشوكرز، ذن المركبات الكبيرة، الفاتس، دهون كذلك، فاتي أسيد، كل هاي أقصد بها primary metabolites. زين، أما secondary metabolite هي اللي تجي من تكسر primary metabolite، من الكتابوليزم and degradation of primary metabolites. زين، واثنيناتهن primary والsecondary metabolite are what are natural product. الكرود دراج، crude drugs is any natural occurring unrefined substance. شو يقصد هنا unrefined substance؟ يعني الكرود دراج هو بعد ما يستخلص المادة الفعالة من النبات أو من المايكرو أورجانزم، بعد استخلاصه ما نجري عليه أي تعديلات، عمليات تكرار أو ما شابه، هو نفسه هذا المستخلص النباتي أو الحيواني نسميه كرود دراج. زين،
Crude drug may be defined as vegetable or animal drug, which consists of natural substances, tamam, that have undergone other process than collecting and drying. تمام، إذا هاي نخليها بالنا. يقول لك الكرود دراج هو الدواء المشتق من مصدر نباتي حيواني، زين. وهذا الكرود دراج ما يجرى عليه أي شيء، زين، أي شيء ما عدا الحصاد مالته، نقطع مثلا نبتة نقطعها وبعدين نجففها ونستخدمها مباشرة كعلاج، زين. يعني ما نجري عليه أي تعديل أو أي عملية أو أي عملية إضافة مادة كيميائية أو ما شابه، زين. هو هذا الكرود دراج which generally applies to product from plant animal origin found in raw form، بالشكل الخام مالته. The term also applied to include pharmaceutical product from mineral kingdom in original form and not necessary only of organic origin such as kaolin bentonite. يعني حتى المركبات الكيميائية، المركبات الكيميائية اللي يشتقوها ياخذوها من الصخر او من الحصى او من الطبيعة بشكل عام، هم نقدر نطلق عليها هاي المركبات الفعالة اللي نستخدمها كعلاج، نقدر نسميها كرود دراج. كرود دراج، اذا الكرود دراج هو المركب المشتق من الناتشرال سورس بدون اي تعديلات او اضافات. اذا اخذنا مصطلح الدراج، قلنا ممكن يكون سينثيتيك، ممكن يكون ناتشرال دراج، واخذنا الناتشرال برودكت وعرفناها شنو هي. هسه راح ناخذ فشي اسمه، واخذنا الكرود دراج وعرفنا شنو الكرود دراج. المصطلح الاخر راح ناخذ التيرم الاخر هو الاوفيشال دراج. الاوفيشال دراج شنو شخصه بيها؟ اكو في دستور دوائي موجود ببريطانيا اسمه فارماكوبيا. الفارماكوبيا هذا الدستور يسجلون به كل النباتات الصالح او المسموح باستخدامها، النباتات او الناتشرال سورس المسموح باستخدامها كدواء، زين. هذه النباتات او الناتشرال سورس المتضمنه في الفارماكوبيا نسميها اوفيشال دراج. اوفيشال دراج، تمام. اذا ذا اوفيشال دراج ار ناتشرال سبستانس ويتش ريكوجنايزد ان ذا فارماكوبيا. مثل النعناع نلقاه بالفارماكوبيا، زين. نبات الكثرانثس اللي يحتوي على مواد مضادة للسرطان وغيرها من الأمثلة. ذني كلها أمثلة لنباتات موجودة بالبريتش فارماكوبيا، تمام. إذن كلهم شو نسميهن؟ الكوفي بكافيين، زين. الفينكريستين، الفينبلاستين، اثنيناتهم مشتقات من نبات الكثرانثس. المورفين الموجود بالبابافير، بالخشخاش، نبات الخشخاش، زين. كلية موجودات بالفارماكوبيا، اوكي. اذا نقولن شو نسميهن؟ نسميهن اوفيشال دراج. اوفيشال دراج، زين. هذا بالنسبة للاوفيشال دراج، زين. فشي موجود ايضا اسمه unofficial drug. ال unofficial drug هاي سجلوها، ما اعتقد موجودة بالمحاضرة. UN unofficial drug، شو اقصد بال unofficial drug؟ unofficial drug، الان اوفيشال دراج هو الدواء الذي دخل للفارماكوبيا وتسجل ونسمح باستخدامه، ولكن بعد فتره معينه شافه انه هذا الدواء
يمتلك مضار كثيرة وقامت الناس تسيء استخدامه، فرفعوه من الفارماكوبيا، شطبوه، تمام؟ هذا نسميه ان اوفيشال دراج. اوكي، على سبيل المثال هذا النبات الكولتشيكام بلانت، هذا ايضا يستخدموه لداء النقرس للجوت، تمام؟ ولكن بعد فتره شافوا باليمن بعض الشباب شو يستخدموه كمخدر، كعقار مخدر، تمام؟ ستيميونات ناركوتيك، يستخدموه كمخدرات، لهذا السبب رفعوه من الفارماكوبيا. اوكي، المصطلح الاخر هو النون اوفيشال دراجز. شخص بالنون اوفيشال دراج، نون اوفيشال دراج يعني اصلا من البدايه ما يخلين الفارماكوبيا، تمام؟ زين، بسبب مشاكلهم بعد الفحوصات شافوا انه غير ممكن انه يتقن الفارماكوبيا. المصطلح الاخر اندوجينوس بلانت ار بلانت which growing in original or native countries، تمام؟ يعني نبته مزروعه بالعراق، هذا نسميها اندوجينوس بلانت، او هي نمت بالعراق بدون تدخل الانسان، هي ناميه بالعراق بالتربه العراقيه. بينما الكالتيفيتد هاي النبتة المزروعة بالعراق بالأردن ما تنزرع، فأخذوها المهندسين الزراعيين مثلا اللي بالأردن أخذوها من العراق، أخذوا بذورها من العراق وزرعوها بالتربة الأردنية، ولكن مع توفير الأجواء المناسبة إليها، مثلا أما يوفروا لها ظل معين، يوفروا لها أجواء معينة على مود تكون مماثلة للأجواء العراقية، تمام؟ هاي نسميها cultivated plants. كذلك natural plants are plants which growing in location or origin other than their original countries. هسه علم التصنيف، تصنيف النباتات taxonomy is a science of systemically naming and organizing organisms in similar groups، تمام؟ عملية تصفيت وتنضيد وتنظيم الأحياء، زين، هو هذا علم التصنيف، زين. تنظيمهم وتصفيتهم into شنو؟ into groups called highly groups، شو نسميها؟ تاكسا أو تاكزون، زين، مجموعة. هاي المجموعة ممكن تكون المجموعة الكبيرة اللي هي المملكة، زين، ممكن تكون الفيليا، ممكن تكون الأوردر، الشعبة وغيرها. plant taxonomy has two aim، شنو؟ ليش نسوي taxonomy؟ to identify all kind of plants and to arrange these kinds، تمام؟ أكيد عملية تصويت وتنظيم لهذه الملايين من المايكرو أورغانيزم. common taxonomy of medicinal plants، بالنسبة للplants قلنا إحنا بالفارماكوجنسي راح نهتم أكثر بالplants من بقية الأنيمالز والمايكرو أورغانيزم، لأن قلنا هي natural source، العفو، لأنه قلنا هي بسبب الدايفرسيتي مالتها وبسبب انه هي ريتش سورس اوف ناتشورال برودكت. زين، كمثال النبات راح نشوف النبات مثلا الكينجدوم هو البلانتيا، زين، الكينجدوم راح ينقسم الى قسمين، ديفيجن 1 وديفيجن 2 اللي هو لور وهاير بلانتس، تمام؟ وايضا الديفيجنز ذني الاساسيه ينقسم الى سب ديفيجنز، زين، والسب ديفيجن راح ينقسم الى فيلوم 2 فيلوم 1 و 2 اللي هي الانجيوسبيرم وجيمنوسبيرم، زين، اللي هي مغطاه البذور وعاريات البذور، زين. وهذا أمثلة مثل هذا نبات الصبار على سبيل المثال الألوي فيرا، هنا راح أجي أسوي له تصنيف، الكينجدوم مالته هو البلانتية، ديفيجين يعتبر هاير بلانت، سب ديفيجين سيد بلانت، فيليا مالته هو أنجيوسبير مغطى البذور،
الأوردر مات مونوسايتولوجونيا، فاميلي ليليسيا، جيناس ألويس، السبيشيز الفيرا. كذلك هذا النبات الديجيتال سبربوريا أيضا ليسويه تاكسونومي تصنيف. زين إذا نيكون هنا نبات الإفيدرا، كل النباتات ليسويها تصنيف. أوكي طبعا الـ classification of natural drugs زين ممكن يكون على أنواع، ممكن يكون الالفابيتيكال كلاسيفيكيشن زين على الحروف، وهذا شيء كومبلكس وغير معمول به حاليا. ممكن يكون على الفارمالوجيكال او المورفولوجيكال، العفو المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن على الشكل مالته. ممكن يكون هذا الدواء هو دواء ورقي تستخدم الاوراق مالته، مثلا على سبيل المثال الشاي، الشاي كدواء هو شنو؟ اذا نقول المورفولوجي مالته الشكل نقول هو اوراق النبات، مو صحيح؟ البابونك اذا اقول لك البابونك هو كدواء شنو المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن؟ يقول لي فلاور ازهار، مو صحيح؟ تمام. اما الكيميكال كلاس هنا طبعا اكزامبلز، كلها اكزامبلز تمام، كلها اكزامبلز. ثاني اقول لك الكوفي، الكوفي شنو هو كدواء الكوفي ككرود دراك شنو هو المورفولوجيكال كلاسيفيكيشن مالته؟ يقول لي السيدز البذور مالته. اوكي كيميكال كلاسيفيكيشن ان ذيس سيستم ناتشورال دراجز ار كلاسيفايد ان جروبس اكوردنج تو ذا كيميكال كومباوند ذي شيرد. تمام مثلا هذا النبات زين غني بالكربوهيدرات، اذا صنف او سوى كلاسيفيكيشن للنباتات الغنيه بالشنو بالكربوهيدرات، نسميها تحت خانه بلانت ريتش ان كربوهيدرات او كربوهيدرات ريتش بلانتس. يا هن ان نبات من واحد الى مثلا مليون الى مليونين، ملايين النباتات تكون ريتش بالكربوهيدرات. احنا مثلا نريد لنا في النبات ريتش بالكربوهيدرات، نروح على هالقائمه ونشوفه. او نريد مثلا دهون نباتات الغنيه بالدهون، نروح على الكلاسيفيكيشن المصنف به النباتات الغنيه بالدهون او اللي غنيه بالفولاتايل اويل بالزيوت العطريه الطياره زين، مثل الليمون اللي احنا قبل الخانه هاي نلقى الاورنج وغيره وغيره، وبالجلايكوسايد ايضا مركبات فعاله هاي جلايكوسايد ريتش بلانت. راح نشوف مسوي في التصنيف او كلاسيفيكيشن خاص لهاي النباتات. اذا هذا اكوردنج تو وات؟ اكوردنج تو ذا كيميكال كونتنت زين، سوينا في دي كلاسيفيكيشن سميناه كيميكال كلاسيفيكيشن. اوكي another type of classification هو شنو؟ هو according to what؟ according to pharmacological classification uses مالته او therapeutic uses الاستخدام العلاجي مالته، سميناه شنو؟ therapeutic or pharmacological classification. In this system natural drugs are classified according to their pharmacological action and therapeutic uses. okay مثلا GIT drugs او بلانتس النباتات اللي تعالج المشاكل بالمنطقه الهضميه، او الكارديولوجيكال دراج النباتات اللي تعالج مشاكل القلب. اوكي او الهيماتولوجيك دراجز الادويه اللي تعالج شنو المشاكل اللي تصير بالدم، وهكذا according to what pharmacological classification or pharmacological use. وهذا يعتبر the most famous the most important. okay هذا therapeutic use هو يعتبر اشهر واحد بهم زين. وايضا يصنفوها according to chemical classification. in this system natural drugs are according classified according to what to chemical trade in the market. أقول إلى شو يعني شنو ينباع؟ مثلا ينباع مثلا هذا الدواء للزكام زين، هاي الأدوية ايش عندك أدوية للزكام؟ أو ايش عندك نباتات أستخدمها للزكام؟ ثاني يقول لي عندي البابونيك وعندي فلان نبات وفلان نبات وفلان نبات،
زين فد 10 نباتات. ذني النباتات ككلاسيفيكيشن لعلاج الزكام. هسه واحد يقول لي خب هذا علاج الزكام نعتبره فارماكولوجيكال يوز، اقول لك لا هذا كوميريكال، استخدام محلي. احتمال علميا هذني الادويه اللي يستخدم للزكام علميا هن غير فعالات يعتبر بالدراسه، ولكن محليا بين العطاريين وبين ذول اللي يبيعون اهل الاعشاب يقول لك لا والله يفيد. والناس اللي يستخدموه مثلا بغداد او بكربله بالموصل وبغير مكانات يقول لك لا والله صدق انا استخدمها تفيدني بالنشله. هذا نسميه اللي الناس دا تحكي عنه، نسميه كوميريكال اللي اهل السوق دا يحكون عنه زين، وليس الفارماكولوجيكال. هاي الميز بيناتها. مثلا الكوميريكال كلاسيفيكيشن ايضا يشمل انه يشمل إن قلنا احنا يخص الماركت، الكيميريكال كلاسيفيكيشن يخص السوق زين، فراح يقسموها مثلا على سبيل المثال ممكن كلاسيفايد اكوردنج تو شنو الكيميريكال كلاسيفيكيشن. ممكن بعض النباتات نعتبرها ميديسينال، نباتات اخرى شنو تستخدم؟ تستخدم از سبايسز. انذر بلانت على مود عطورها تستخدم للاغراض عطريه، غيرها تستخدم لقتل الحشرات وغيرها وغيرها للمشروبات مثل الكوكا تي الكولا نبات الكولا تمام. هذا كله يعتبر كوميريكال كلاسيفيكيشن. اوكي جيوغرافيكال ديستريبيوشن اوف ذا ميديسينال بلانت ايضا طبعا هذا كله باك جراوند اباوت فارماكوجنسي. اوكي نخليها كلها مقدمه على الفارماكوجنسي. ناخذ امور عشوائيه خلينا نسميها، ولكن راح نشوف هاي الامور نفسها موزعه على باقي اللكتشرات. ليش؟ لانه اساسيات بالفارماكوجنسي. الجيوغرافيكال ديستريبيوشن اوف ميديسينال بلانت قلنا ممكن هذا النبات موجود وين؟ موجود بالعراق بس موجود بالاردن وغيرها من الامثله، بسبب التربة، بسبب المناخ، بسبب أشعة الشمس، بسبب المواد الكيميائية أو المواد المغذية الموجودة بهذه التربة العراقية ولكن غير موجودة بالتربة الإيرانية أو التربة الأردنية أو باقي الدول. هذا سبب نشوفها ما مزروعة بهذه الدول ولكن موجودة بالعراق، والعكس صحيح. على سبيل المثال الجيوغرافيكال فاكتور أو الانفايرونمنتال فاكتور خلينا نسميها الأساسية المهمة اللي تأثرنا على نمو النبات، على رأسهن التمبريتشر كإنفايرونمنتال فاكتور تمام. إنفايرونمنتال فاكتورز هاي الإنفايرونمنتال فاكتورز أهمها التمبريتشر تمام. أكو هوت ريجين، أكو moderate region، أكو cold region، وعلى أساس راح نشوف النباتات متوزعة تمام. العامل الفاكتورز الثاني هو المويستشر تمام. راح نشوف الزيروفايتس، نشوف الهايدروفايتس، الميزوفايتس، نباتات مختلفة تمام. ونباتات تعيش بالمكانات الجافة، ونباتات تعيش إلا بالمكانات اللي فيها رطوبة عالية wet region plants، وأكلها معتدلة زين. soil أيضا من أهم الفاكتورز زين، أكيد راح لأنه تربة عن تربة تختلف. هاي التربة الكيميكال كومباوندز المكونات مالتها تختلف عن ذيك التربة، حتى اللون مرات نشوفه هاي التربة لونها تختلف. أوكي كيفية إنتاج الكرود دراج؟ إحنا عرفنا شنو تعريف الكرود دراج، إنه هو مجرد عملية حصاد النبات أو الناتشرال سورس، تجفيفه واستخدامه خلاص مباشرة. راح نشوف خطوات تحضيره، هي راح نشوفها مجرد يقول لك كولكشن حصاده، هارفستنج يعني الحصاد أو تجميع النبات أو الأورجانزم، وتجفيفه وبعدين نخزنه بالطريقة الصحيحة إلى حين استعماله. إذا الكولكشن واحد يقول له شنو الكولكشن؟ هو مجرد
عملية قطع النواة. لا لا، وليس قطع، لا بكم تفاصيل. is the most important step which comes after cultivation، اللي يصير بعد الزراعة، ورا ما زرعنا النبات يعتبر عامل مهم جدا ال collection. زين، خلينا نغير لكم اللون. زين، collection of drugs from cultivated plant always ensure a true natural source and reliable products. زين، this may or may not be the case when drugs are collected from wild plant. اذا لازم نعرف شنو wild plant ونعرف شنو cultivated plant. تمام، هاي خليها بالنا، شنو wild plant شنو cultivated plant. الwild الوايلد بلانت هي النباتات المزروعة بالعراء اللي تنزرع من رب العالمين، الريح تطير مثلا البذور مالتها وتجي مع المياه مع الأمطار. زين، وتشوفها طالعة على الرصيف سايد ووك، نشوفها طالعة بأراضي ترابية. زين، طالعة هيك من رب العالمين واحد، هاي نسميها وايلد بلانت، نباتات برية. بينما الكالتيفيتد بلانت هي النباتات اللي دخل cultivated plant، هي النباتات اللي دخل الإنسان بزراعتها. تمام، نفس النبات ممكن نشوفه as a wild plant مزروع البذور ما تطايره مزروعة بوغ واحدة على الرصيف، وممكن نشوفه نفسه الإنسان هو زارعه. زين، شي يختلف هو نفس النبات، بس ذاك تشوفه نامي على تربة قاحلة، تربة برية غير معتنى بها، بينما الكالتيفيتد بلانت لا، تشوف الإنسان دائما يرشه، يعتني بأوراقه، يعطيه مغذيات. لهذا السبب احنا دائما الكالتيفيتد بلانت نشوفه أكثر ضمانا وأكثر عطاء بالنسبة للأكتف كونستيتيونت، نشوفه غني. يعني على سبيل المثال النبات القهوة المزروع مثلا بذورة طائرة مزروعة بتربة غير معتنى بها يعتبر وايلد بلانت، ونفس النبات نشوف الإنسان زارع. عجبا، الكافيين الموجود بهذا النبات نفس الكافيين الموجود بهذا النبات أكيد لا يختلف. إذا الجودة هنا تختلف. أوكي، هنا يقول لك بعض النباتات some drugs. زين، نحتاج شنو؟ نحتاج اكسبيرينس بيها للكوليكشن، مو اي واحد يجي يقطعها. وبينما لا، اكو بعض النباتات ممكن هاند وركر عاديين، عمال عاديين، ممكن هم ببساطه يقطعون يسوون حصاد للنبات ويجمعون النبات بصوره بسيطه. يعني اكو نباتات مثل الديجيتاليس لاناتا، هاي او هاي الديجيتاليس، هاي النبته بها مواد تشتغل على القلب. زين، وممكن بجرعة قليلة تسبب لنا مشاكل. لهذا السبب مو أي واحد يقطعها، ممكن عامل عادي يقطعها مثلا يعض الورقة مالتها أو يحط إيده بحلقة أو ما شابه، ممكن يسبب لنا مشاكل. فإلا ناس عندها experience، وأكو نباتات لا عادية ممكن أي واحد يقطعها. اذا اكو هنا راح يشوف يقول لك اكو فاكتورز مهمه. زين، اكو فاكتورز مهمه نخليها بالنا بالكولكشن. the most important parameters or factors that should be considered when one wants to collect a plant. شنو هاي الفاكتورز؟ خلينا نشوف هاي الفاكتورز شنو هي. هاي الفاكتور تضمن لنا التايم، وقت الكولكشن، عمر النبات. زين، بالاضافه الى مرحله النمو مالته. خلينا ناخذ اكزامبلز على التايم. أوراق النعناع، تمام، البابرمنت أو السبيرمنت
بالربيع زين هو أحسن وقت زين. ليش؟ لأنه بالربيع راح نشوف النعناع ريحته كلش قوية وكلش عطر وطعمه طيب. Why? Because the concentration of volatile oil كلش عالي. قلنا احنا الفولتايل اويل هي الزيوت العطريه، الزيوت العطريه طيار. شايف مرات جنابك من تفمش ورقه وتفرك هبيدك تشتم ايدك شلون ريحه عطر طيب، تمام؟ اكمش قشر البرتقال افرك بيدك، هاي العطور كلها الموجوده هي شنو؟ عطور طياره. تظل بايدك او تظل بالورقه، لا تطير بعد فتره تطير. يعني تجيب القشر مال البرتقال خليه فتره، تعال عليه اشتمه تشوف ماكو ريحه بيه. ليش؟ زيوت طياره طارت بسبب فعل الحرارة أو ما شابه. إذن هنا ايش قد كان مهم الكولكشن تايم؟ جاءت تجي أنت بالخريف أو تجي بالشتاء تقطع النعناع تشوف ريحتها مو كلش، تقول هذا شنو؟ الجودة مالته قليلة. ليش؟ لأنه التايم ما كان صحيح. عمر النبات أيضا يلعب دور قوي، عمر النبات أيضا يلعب دور قوي. نشوف احنا السنكونة، نبات السنكونة نشوف بعمر 6 إلى 9 سنوات هاي الأشجار من ناخذ من اللحاء مالتها من البارك مالتها نشوفها جدا غنية بالألكالويد، مركبات الألكالويد الكوينيدين وغيره وغيره اللي هي مضادة للملاريا، وكذلك تشتغل على اليوريك أسيد على داء النقرس وغيره زين. فبعمر 6 9 سنوات نشوفها غنية بهاي المركبات. لهذا السبب نشوف بالحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى، لأن هذا النبات كان مزروع فقط بأفريقيا، فنشوف بريطانيا العظمى منعت خروج هذا النبات خارج أفريقيا، سوت عليه حصار هذا النبات زين، على مود تستخدمه كسلاح، لأنه الملاريا اجتاحت العالم، فما تصدر هذا النبات إلا للدول اللي تريدها. زين النقطة الثالثة أو الفاكتور الثالث هو مرحلة النمو مال النبات، تمام؟ أو نمو الأوراق تختلف على الأيج. الأيج جائز عمرها 9 سنوات بس الأوراق اللي بيها استوها طالعة، هاي اللي تقطعها مثلا يقول لك اقطع الأوراق الجروث ستيج مالتها أعلى، تمام؟ البارت هو الجزء، ما يقول لك البلانت كله عمره الأيج، لا البارت الأوراق مثلا أو البارك مالته ايش قد عمره، تمام؟ Then the leaves of the following plant, the tobacco, senna, زين at full maturity stage. تمام يقول لك من الورقة مالته تنمو بشكل كامل قطعها، هتشوف المركبات الفعالة مالتها عالية وتكون النبات كلش فعال. إذا أخذنا معلومات على ال collection of a plant، هسه المعلومة الثانية اللي ناخذها هو ال drying. تمام وير دراينج اوكي. اذن فور برودكشن اوف كرو دراج نسوي له كولكشن، بعدين شو نسوي له؟ دراينج. زين الدراينج ليش نسوي دراينج؟ تو كيب ذا كواليتي، نحافظ على الكواليتي مال النبات. احتمال النبات اذا ما نسوي له دراينج بسرعه شو يصير بيه؟ تتحول الورقه مالته الى اللون الاسود، او النبات مالتنا يخرب او يتعفن او ما شابه زين. مثل ما قلنا ممكن يتعفن، ممكن يصير بيه مشاكل، ممكن الانزيمات اللي بالورقه تسوي ديجريديشن للمركبات الفعاله، بينما من نسوي لها جفاف الانزيمات كلها يصير بيها دي اكتيفيشن. والدراينج بروسيس قلنا تعتمد على البلانت ايج، ممكن على البلانت بارت، على البلانت كونستيتيوينت زين. If the enzymatic activity want to continue slow drying and add بعض المركبات احنا ما نريد الانزيماتيك اكتيفيتي مالتها لانه تكسر المركبات الفعاله وتخربها. وبعض النباتات لا والله احنا نريد الانزيم مالتنا يشتغل على مود يكسر المركبات الى مركبات فعاله. مثال يقول لك اذا كانت الانزيماتيك اكتيفيتي مطلوبه احنا نريدها،
ما نسوي دراينج بشكل سريع، لان يعني الدراينج يسوي دي اكتيفيشن للانزيم الموجود بالاوراق او بالبارتش بالازهار او بالاوراق او بالنبات بشكل عام. زين، مثل الفانيلا بود، نبات الفانيلا نشوف انه مو عطر، ولكن من نبقي فتره قبل الجفاف نقطعه ونبقي فتره قبل التجفيف راح نشوف انه النبات يبدي يطيل عطر مالته. ليش؟ لانه الانزيم دا يكسر مركب الجلوكوفانيلين زين الى فانيلين اللي هو انكتف، الى الفانيلين اللي هو عطر ويكون اكتف. والعكس صحيح، مرات الانزيم يكسر المركب الفعال الى غير فعال. بهاي الحاله لازم نسوي شنو؟ دراينج بصوره سريعه. زين، الدراينج يكون على ثلاث انواع. ممكن يكون اوبن اير دراينج، نحطه بصينيه ونحطه على الجو الى ان يجف. ممكن يكون ارتفيشال صناعي باستخدام اوفن او ما شابه في الجهاز اوتوماتيكي. اوبن اير ايضا يكون على انواع، ممكن يكون تحت اشعه الشمس ويكون لا بالظل. تحت اشعه الشمس في حال النبات او المركبات الفعاله تتحمل الحراره والسخونه العاليه واشعه الشمس، واكو مركبات رقيقة داخل النبات ما تتحمل أشعة الشمس العالية، هذا نخليه تحت الهواء يجف تحت الظل. زين، بتحضير الكلود دراج النقطة الأخيرة هي الباكجينج والستورج. تمام، أكيد بعض المركبات لازم تكون الستورج مالتها بصورة صحيحة. كونتينر لازم يكون فت كونتينر ممتاز. The long storage although is not recommended، ولكنه ما نقدر نتجنبه اكيد. بعض جهاز عندنا منتج نباتي جدا كميات كبيره ما نلحق نبيعه كليته او نستخدمه، راح نضطر احنا نخزنه. زين، وبكل الاحوال هو كل ما ينخزن كل ما الفعاليه ما تقل. بينما بعض النباتات على العكس تماما، بالخزن الطويل مالته الفعالية مالته تكون أحسن، مثل كاسكارا بارك that need long storage in order to get the required active constituent. كاسكارا اللي هي تستخدم لعلاج ماذا؟ تستخدم لعلاج الإمساك، تستخدم كمسهل إذا شاف فيه هذا الحب الجوزي، هو هذا الكاسكارا. زين، زين، the volatile oil fixed oil and other moist sensitive drugs should be stored in cool fully closed dark and fully filled container. زين، ليش؟ لأنه إذا مو fully filled container، يعني إذا هذا الكونتينر مالتنا قبقناه سوينا له سيلينج، ال volatile زيوت الطيارة العطرية بيها الكمية لهنا، زين الكمية لهنا كله راح يطير بهذا الفراغ بالسبيس. زيوت الطيارة مجرد انه نفتح القبق الزيوت تطير تطلع من السولفنت مالتها. تمام، هذا سبب مرات العطور مالتنا احنا العطور اللي نرشها من تقل كميتها نشوفها وكأنه عطرها يصير ما طيب. زين، هنا أنا لازم نعرف انه البارت اللي نستخدمه، which part of the plant we should use. نستخدم النبات كله، نستخدم فقط اوراقه، فقط زهوره، على حسب فعالية النبات. يعني مثلا نبتة الشاي نستخدمها كلها؟ لا، فقط الاوراق مالتها هي الفعالة. البابونك فقط الفلاور مالتها الازهار هي الفعالة. إذا لازم نعرف الاكتيف كونستيتيوينت وين موجود بيا جزء. ممكن يكون بالفروت، ممكن يكون بالفلاور، ممكن يكون وين بالازهار. اوكي، إذا البلانت may be used as isolated parts. تمام، isolated part مثل ما قلنا الازهار، ممكن الاوراق، ممكن الليفز الاوراق، أو ممكن as whole plant النبات كله ممكن يستخدم من جذره إلى آخر ورقة به. أزهاره كلها تستخدم.
زين، لأنه كلها موجودة بها الأكتيف كونستيتيوانت. زين، أو ممكن يستخدم المستخلص مالته فقط وليس الأوراق مالته بشكل عام. لا، الاكستراكت مال الليفز او الاكستراكت مال الفلاور. اوكي، هذا محاضرتنا اليوم كانت مقدمة حول الفارماكوغنسي. اتمنى يعني رسمت فت صورة بسيطة على الفارماكوغنسي، وان شاء الله نشوفكم في المحاضرة الثانية، ودمتم سالمين، واتمنى لكم الموفقية والنجاح ان شاء الله. في امان الله.